افريقيا، في حين منتخب مصر 49 عالميا، سادس افريقيا بعد السنغال الاول وتونس ثاني ونيجيريا الثالث، الجزائر رابع، المغرب خامس، مصر سادس في تصنيف الفيفا الاخير. امامنا كرة العالية، استلام المرة دي تحت ضغط كهربا، سجل كهربا رابع اهدافه الدولية مع المنتخب الوطني. سجل كان في المغرب في 2017 في الأمم الإفريقية، وكان طبعا سجل في مرمى توجو وفي مرمى تشاد في تصفيات 2018. فاول لصالح المنتخب، مهم قوي الكرات الثابته، الكرات الثابته في هذه المباريات اللي خارج ملعبك، واكيد يعني خلاص اعذار الجو والارض والجمهور، 32 درجه هي درجه الحراره في امامنا موروني، والرطوبه تصل الى 70% قبل المباراه، كانت 68% الرطوبه في ملعب المباراه. شوف الخبرات والكرات الثابته والتقدم، وتقدم خلي بالنا محمود علاء متقدم احمد حجازي، لكن يا ولد طارق حامد ويطلع كرة ويطالب طارق حامد برمي التماس، لكن كرة تطلع الى خارج الملعب، كرة تطلع الى خارج الملعب. البداية القوية من جانب منتخب جزر القمر، لكن الخبرة المصرية والمهارة اللي ممكن يعني تفرض منتخب موريتانيا ومنتخب ليبيا ومنتخب جزر القمر، الثمان دول الموجودين في هذه التصفيات. امامنا على طول كرة بالكعب، التحضير من اللاعب اللي بيلعب سليماني اللي جاب الهدف في مرمى توجو امامنا، بيلعب في نادي كورتريكا، بيلعب في بلجيكا امامنا، لكن تغطية على طول محمود علاء، محمود علاء، محمد هاني. اول 8 9 دقائق امامنا هم تهدئة اللعب، من جانب المنتخب المصري حاولوا يمتصوا حماس المتوقع عند منتخب جزر القمر الكوموروس بالفرنسية، انطلاقة حلوة من تريزيجيه وفرصة الكهرباء وتضرب كرة في العارضة، في العارضة كرة حلوة من تريزيجيه، الكهرباء ايوه كده خوفوهم، اوه ولعبة خطرة، ولعبة خطرة حماس من كهربا، لكن أول كورة تريزيجيه عاملها حلوة أوي الكهربا، وكهربا كورته قنبلة، قنبلة في الدقيقة 9 ترتطم في العارضة وتضرب الكورة، وحكم المباراة بيان فينو سينكو، بص الكورة، بص الكورة، بص مشكلة، مشكلة. ده بيلعب في مارسيليا لاعب عبد الله علي محمد اللي بيلعب في الجنب اليمين، لكن عندهم دايما مشاكل في أطراف الملعب الفرق الإفريقية، وجزر القمر أمامنا وكهربا يخطف قنبلة، قنبلة كرة كهربا، والمتابعة والارتباك في اللقطة الماضية واللعبة الخطرة طبعا مع قاسم مدى هما في اللقطة الماضية، كرة هدف بتضيع من المنتخب المصري في أول كرات المباراة. أدي كهربا مفاجأة الحقيقة انضمامه لتشكيلة كابتن حسام البدري، لكن أكيد طبعا غياب كل من عمر جابر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله السعيد وإسلام عيسى ومحمد فاروق، وإن شاء الله نتمنى السلامة لعبد الله السعيد أحد نجوم منتخبنا، بالإضافة لطبعا إصابة حمدي فتحي وأحمد حسن كوكا وغياب النجم الكبير محمد صلاح، إنذار لمحمود كهربا من حكم اللقاء هنا في اللقطة الماضية. لعبة خطرة في الدقيقة 9، كرة كهربا ارتدت من العارضة، كان ممكن قوي يكون هدف التقدم المصري في وقت كان مثالي هنا في ملعب المباراة في الحضور الجماهيري الكبير هنا في مالوتزيني امامنا ملعب هذه المباراة. يضغط كهربا، لسه التعادل السلبي، كوموروس احد الدول اللي كانت تابعة طبعا ليه فرنسا جزر القمر، وعشان كده كوموروس، ونشوف حكم المباراة السيد امامنا هو بيان فينو سينكو بيدي ايه، بيان فينو سينكو هل مدي في اللقطة الماضية ركلة حرة على حارس المرمى، تشوف امامنا الاعادة، ادي حارس المرمى، ادي حارس المرمى اتزحلق وبعدين قام، بص الكرة دي مرة تانية اهي والضغط
لكن طلع مره تانية لعبها مرتين وحكم اللقاء هيدي ركله حره غير مباشره. حاله من الحالات النادره في كره القدم، الحارس لمس الكوره مرتين، لمس الكوره لكن هي فعلا من داخل منطقه الجزاء، الركله الحره غير مباشره من داخل منطقه الجزاء. حكم المباراه سينكو في حاله من الحالات النادره تحكيميا، لان ان الحارس لما اتزحلق ولمس الكره اول مره وراح بعد كده لعبها في المره الثانيه، حكم اللقاء امامنا اهو بيقول له لمسها مرتين، بيوضح لهم الامر وبيوضح الحاله اللي جات له على فكره من المساعد. المساعد الثاني هو اللي اداله الحاله التحكيميه اللي كانت في اللقطه الماضيه. هذه الحاله التحكيميه، كرات الثابته يا جماعه مهمه جدا. ادي الكابتن حسام البدري بيديهم ايه تعليماته، ايه تعليماته ايه في طبعا هذه الاجواء، والبحث عن بديل محمد صلاح لم ينجح في ايجاد بديل محمد صلاح في المباراه الماضيه امام منتخب كينيا. لكن يعني بعد قال لك فورمه الدوري المصري عند اللاعبين، كابتن حسام بدري قال كده ما فيش فورمه الدوري لان الدوري متوقف فتره طويله، لكن احنا لا مجال للاعذار. المنتخب المصري طبيعي، بنتكلم على الوضع الطبيعي، بنتكلمش على ان منتخب مصر يعني ياخذ بطوله، لكن الطبيعي ان مصر تفوز على كينيا، الطبيعي ان مصر تكسب جزر محمد مجدي قفشه في اللقطه الماضيه. ادي قفشه في ارتقاء وفي ضربة رأسية كانت كفيلة بتحقيق التقدم. لازم نستغل بقى الارتباك اللي عليه منتخب جزر القمر، لأن كرة كهرباء أصابت لاعبي جزر القمر بخضة، والخضة يعني لازم نستفيد بيها. الفوز الأول مهم، الصدارة مهمة، تخطي الضغوطات مهم، الخبرات والمهارات اللي عندنا تظهر، إسعاد الجماهير، كل هذه الامور من خلال الروح والاصرار اللي هم يعوضوا الكثير الحقيقه في هذا التحدي الموجود هنا في ملعب المباراه من دوله طبعا جزر القمر. بالمناسبه رقم 45، الدوله رقم 45 في القاره السمراء اللي مصر بتتنافس معاها الحقيقه خلال، ولاول مره طبعا لعبنا مع تونس 40 مره، مع الجزائر 28 والمغرب 27، ولكن النهارده بنواجه منتخب جزر القمر. امامنا الكرات العاليه وادي الصراع وضغط المره دي، لكن على طول يطلع محمد هاني، شوف مع كل كوره تسمع الصيحات. ادي امامنا ابراهيم مادي بيلعب في نادي مرتيجا، ابراهيم مادي عايز يعدي ويغار اتجاهه، عندهم مهارات، عندهم لاعبين مميزين، لكن فارق الخبرات وفارق التاريخ والاسم، لكن ايه بالاداء، كل الكلام ده بالاداء. ادي انطلاقه هنا من زيزو، يلعب كرة امامية، التحرك الملعب حلو، كهربا يا ولد عاملها حلوة قوي، لكن تغطية ممتازة من عبد الله علي محمد، هجمة حلوة وبدأ يبقى فيه رابط يا ولد على المهاره من عبد الله علي محمد. جزر القمر الحقيقه يعني ترتبط بمصر ارتباط وثيق، لان في ناس كتير قوي متعلمه في الازهر في مصر، وشفنا اثناء الاستقبال المنتخب الوطني في طبعا موروني كان في حضور من الاسماء اللي كانت موجوده في مصر من قبل، او الشخصيات اللي كانت موجوده في مصر من قبل. فرصه كانت خطيره، كره راسيه قفشه وكره كهربا اللي في العارضه والفاول بتاع تريزيجيه، الكرات اللي تتوالى هنا في هذه اللحظات. ادي امامنا ابراهيم، ادي عدى ابراهيم، ابراهيم مادي، ولكن معاه برافو محمد هاني، برافو محمد هاني. محمد هاني النهارده بيدخل في التشكيله الاساسيه بعد ما قدم اداء ومستوى متميز الحقيقه خلال مشاركاته مع النادي الاهلي خلال طبعا الفتره الاخيره، ونتابع ان شاء الله فرقنا باذن الله افريقيا، الاهلي مع النجم ومع الهلال وبلاتينيوم في دوري الابطال، الزمالك في مواجهه كل من مازيمبي واول اغسطس الانجولي وزيسكو، ولا ننسى المصري في مواجهه هتكون مع بيراميدز وانوجو رينجرز ونوازيبو الموريتاني ان شاء الله في بطوله الكونفدراليه.
على طول كرة ومحاولات نادي الإسماعيلي بيواجه